النهارده خلينا نتكلم عن المكسرات، واحده من افضل الوجبات الخفيفه نباتيه المنشا اللي بتناسب الاطفال وبتناسب البالغين الاثنين مع بعض، واللي طعمها يعني مش بس لذيذ ومحبب للكل لكن كمان مليانه فوائد صحيه وقيمه غذائيه كبيره. طبعا دي وجبه طبيعيه متوفره طول السنه، خفيفه لطيفه مش بتحتاج لتحضير، وكمان بتعتبر مصدر مثالي للبروتين خصوصا الاطفال اللي بيتبعوا النظام النباتي، وبالنسبه للكبار كمان اللي بيتبعوا النظام النباتي. صحيح، ولكن علشان نستفيد من فوائد المكسرات بشكل كامل لازم نعرف يعني ازاي نستهلكها بطريقه صحيحه، ازاي نتجنب الانواع اللي ممكن تكون مضره، الكميات هتبقى عامله ازاي. خلينا نعرف كل ده وبصحبتنا الدكتور هاني جبران استشاري التغذية الصحية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم، يا مرحبا. في البداية خلينا نعرف فوائد المكسرات للأطفال قبل ما نخش على الكبار، إزاي يعني بتضمن هذه المكسرات قيمة غذائية بالنسبة للأطفال؟ كويس، هي المكسرات كويسه جدا لانها غنيه بالاوميجا 3، وده حلو جدا للذاكره وللقلب، وحلو كمان علشان الهضم لان فيها الياف كتير وغنيه بالمغنيسيوم والبروتينات كمان والكالسيوم، فهي حلوه للاطفال علشان النمو. ايوه وحلوه جدا، بس في طبعا محاذير كتير لازم نقدر نقولها قبل ما ندي الاطفال على حسب النوع كمان المكسرات وانواعها وطريقه تحضيرها، لان مش هينفع ابدا نديهم بكميات كبيره ونقول ان ده مفيد وصحي. بالظبط، فده محتاجين ان احنا نحذر الناس عن الحكايه ديت، في حاجات مهمه لازم نقولها. من اهمها ان احنا الكميه قد ايه؟ لاننا لو خدنا كميات كبيره ناخد بالنا ان فيها دهون برضو، المكسرات فيها دهون، دهون صحيه بس اسمها دهون، كترها ممكن تزود في الوزن سواء للكبار او للصغيرين. فممكن الواحد ياخد مكسرات ويقول لك ده مكسرات ده حاجه صحيه، لا يبقى كده ممكن نزيد في الوزن. وناخد بالنا كمان ان في مشكله ثانيه، ان الحاجات المملحه يعني المكسرات المملحه او المدخنه كمان ديت خطر على الصحه، لانها الملح الكتير ده ممكن يزود في الضغط لو كان بالنسبه حد عنده مريض ضغط، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. والاهم والافضل ان احنا ناخدها نيه. وهقول حاجه كمان كتير ناس ما تعرفهاش، ان احنا يا ريت لو ننقع المكسرات في الميه، يعني تبقى قبليها بيوم موجوده في الميه علشان تبقى سهله الهضم للاولاد ولينا احنا كمان، علشان ما تسببش انتفاخات ولا غازات ولا اي تعب في المعده. يا دكتور ضيعت لنا يا دكتور طعم المكسرات، احنا بنبقى حابينها محمصه او حابينها مملحه، ضيعتها لنا كده خالص لما خليتنا نحطها في الميه. ما هي فعلا، ما هي الواحد لو عايز ياخد الفايده اللي فيها هيبقى طعمها وحش قوي. ده في مكسرات كمان خطر جدا ان احنا الواحد ناخدها بكميات كبيره زي الصنوبر مثلا. تخيل الصنوبر وفي حاجه اسمها ميكاديميا ناتس اللي هي بتبقى طبعا موجوده في هاواي، بتبقى مكوره كده، بتبقى غاليه قوي محدش ياخدها. بس يعني احنا مش هي والصنوبر، ايوه بيبقوا خطر لان فيهم كميات كبيره ممكن تسبب لنا مشاكل صحيه. والاخطر من كل ده فعلا ان بعض الاطفال ممكن يبقى عندهم حساسيه، والكبار كمان حساسية. ده بقى سؤالي يا دكتور، ندخل للولاد المكسرات امتى وفي انهي سن نقدر ندخلها لهم؟ لان بنبقى خايفين اولا انهم يشرقوا وهم بياكلوها، ثانيا ما بيبقاش عارفين الاطفال بتبقى عندها حساسيه من ايه، حتى المدارس بتمنع انها تتحط في اللانش بوكس مثلا. مظبوط، يبقى بلاش خالص، ايه رايك؟ يبقى بلاش خالص. لا قول لنا نعمل ايه؟ بصي، لان انا ما اقدرش اقول مين الطفل اللي عنده حساسيه ومين ما عندوش حساسيه، دي بالتريرور يعني ايه، لازم نجرب. فاحنا ليه بقى نخاف كده؟ فهي فوق الخمس سنين نبقى نحاول بقدر الامكان، وما تبقاش اقل من خمس سنين. في بعض الناس بيقولوا ياخدوا الجوز ويديهم بعد ست شهور، ممكن يعني انا ما اقدرش اقول لك لا، هو فعلا وعلميا ممكن، لكن بتبقى الواحد حاطط ايده على قلبه يعني بيبقى خايف، فيستحسن فوق الخمس سنين ونبقى طحنين الجوز قوي ونحطه مع الزبادي ونديه الاطفال كل ده علشان نديله فايده كده، لما نديله فيتامينات، ما ربنا خلق لنا الفيتامينات والادويه
شركات الادويه عملت الحاجات دي كلها علشان تبقى صحيه اكتر. لكن اللي عايز قوي يا ريت بعد 5 سنين. طب اعرف منين عندي حساسيه ولا مش عندي؟ يبقى بقى نجرب نشوف، ولو لقينا في تورم في الوجه، في تنميل، في ابتداء، في صعوبه في النفس، لا يبقى كده عنده حساسيه ونجري على المستشفى على طول. لكن لو ما حصلش يبقى ما عندوش حساسيه وممكن ياخد. وناخد بالنا في ناس كتير قوي معتقده ان السوداني ده مكسرات. السوداني اسمه فول سوداني، بقوليات مش مكسرات، ده حاجه وده حاجه. فاللي بيضحك علينا ويقول لنا ده ناخد شويه سوداني هديه شويه مكسرات، لا ده مش مكسرات. فبالاخر اي حاجه في عند الراجل بتاع المسليات دي هتزود في الوزن وممكن تسبب حساسيه، كلهم ممكن يسبب حساسيه طبعا. فناخدنا من الحكايه ديت، مش اي حاجه ناخدها وخلاص. ايوه هنسمع كلامك. كل الشكر ليك الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، شكرا جزيلا ليك.